الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأحد من الصحابة؟ لا يجوز الحلف بغير الله، لا بالنبي ولا بغيره، لا بالنبي ولا بالأب ولا بغير ذلك، لا يجوز الحلف إلا بالله، لأن الحلف تأكيد للمحلوف عليه بذكر معظم ولا أعظم من الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز التهاون بالحلف بالله كاذبا أو محتالا. من الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، يعني ليس لهم نصيب في الآخرة. يجب تعظيم الله جل وعلا، تعظيم الحلف به، يعظمه الحالف فيصدق، ويعظمه المحلوف له فيرضى بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يدخل الحلف بالله في أمور القضاء وأمور الخصومات، فيجب على من حلف له بالله أن يرضى بذلك ويقنع. نعم.